بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحتاج لربع حبة من الموز، ثمرة الموز تكون مستوية، وهذه الكمية تكفيك لأسبوع كامل. حتى وإن اسود الموز في هذه الوصفة لا تقلقي أبدا، بالعكس النتيجة ستكون مضاعفة. نحتاج للحليب، يمكنك استخدام أي نوع حليب متوفر عندك في البيت، وكما يمكن استخدام الحليب البودرة أو حليب الأطفال. نحتاج كذلك لزيت اللبان، زيت اللبان المر أو اللبان الذكر، طريقة عمله موجودة في القناة، يمكنك عمله في البيت. البديل هو زيت بذور العنب أو زيت لوز حلو أو زيت الأرغان، ولكن الوصفة ناجحة وللأمانة ومجربة بزيت اللبان الذكر، الطريقة موجودة في القناة. نأخذ الموز، طبعا القشور لا نرميها، نقوم بتجفيفها، فالقناة موجود بها وصفات بقشور الموز. نقوم بهرس الموز أولا. قلت إذا كان الموز عندك مسود أو مستوي كثيرا يمكن استعماله، بالعكس النتيجة تكون أفضل من الموز الغير مستوي. ونضيف الحليب، لدينا هنا 2 ملاعق شاي صغيرة من الحليب السائل، استخدمي أي نوع، ولو توفر عندك حليب الماعز يكون أفضل. نمزج المكونات جيدا. الوصفة هذه تناسب جميع أنواع البشرة، حتى الحساسة منها وكذا الجافة. قلت الوصفة هنا ناجحة ومضمونة ومجربة بزيت اللبان الذكر. وبعدها نضيف ملعقة شاي صغيرة من زيت اللبان. رائحته جميلة جدا. ونخلط المكونات جيدا حتى الحصول على ماسك يسهل تطبيقه على البشرة. صاحبات البشرة الدهنية، أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون. وهذا هو الماسك المتحصل عليه. وكما هو الحال دائما نقوم بتنظيف الوجه بغسول مناسب، ويفضل أن يكون الغسول المحضر في قناة رائع جدا ويناسب جميع أنواع البشرة. نقوم بتجفيف البشرة. إذا لم تقومي بعمل مقشر لبشرتك من حوالي أسبوعين أو شهر، أنصحك بعمل مقشر الشاي الموجود في قناتي، رائع جدا وهو يناسب هذه الوصفة. وبعدها نقوم بتوزيع الماسك على البشرة، بداية دائما بالرقبة، لا ننسى دائما الرقبة، رائع جدا خصوصا إذا كانت هنالك تجاعيد على الرقبة أو اسمرار، أو كانت الرقبة مترهلة فهذا الماسك يعمل على شدها وكذا إزالة التجاعيد منها وتفتيحها، وحول الفم كذلك. نقوم بتوزيع طبقة كثيفة من هذا الماسك، نوزعه جيدا فوق الشفاه وكذلك على كامل الوجه، وكذلك هنا منطقة الهالات والرؤوس السوداء على الأنف. قلت نقوم بتوزيع طبقة كثيفة من هذا الماسك وعلى الجفون كذلك، وإذا كان هنالك خط حول الحاجبين
رائعة جدا هذه الوصفة، وكذلك على الجبين. وبعدها نستلقي، يجب الاستلقاء لمدة ربع ساعة والتنفس بهدوء. عليك أن تتنفسي بهدوء وتفكري بإيجابية خلال عمل هذا الماسك. دعي القلق جانبا والتوتر والاضطراب، وبعد مرور الربع ساعة من الاسترخاء والتنفس بهدوء نقوم بغسل الوجه مباشرة بالماء البارد، وذلك حفاظا على مسامات بشرة وجهك مشدودة. لا حاجة أبدا لترطيب البشرة لأن الماسك به زيت اللبان، إلا إذا كانت البشرة جافة جدا فترطيبها ضروري بعد عمل هذا الماسك. إذا كانت هنالك تجاعيد واضحة أنصح بالترطيب بزيت اللبان الذكر، رائع جدا في هذه الوصفة. غير متوفرة لديك كل هذه الزيوت التي ذكرتها وأحببت عمل القناع في حال توفر الموز والحليب، أنصح بزيت الزيتون يكون أصلي في هذه الوصفة، والنتائج كذلك ستكون مرضية بحول الله تعالى. هذا الماسك قومي بعمله بشكل يومي، صلاحيته تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة. إن اسود هذا الماسك عادي جدا أبدا لا تقلقي، سبق وذكرت أن نتيجته ستكون مضاعفة. قلت يوميا لمدة أسبوع كامل، آمنة للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات، حتى الرجال يمكنهم استخدامها وبكل أمان. النتائج تبدأ في الظهور من أول أسبوع لاستخدامك الصحيح، كما سبق وشرحت من أول أسبوع لاستخدامك لهذه الوصفة. فالموز يحتوي على الفيتامين سي الذي يعمل على التقليل من ظهور البقع الداكنة، يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يحسن من نوعية بشرتك، كذلك يخفف لك التهابات واحمرارات واحمرار البشرة. كذلك استخدام ماسكات الموز باستمرار لها فعاليات كريمات الوقاية من أشعة الشمس، ويعزز من حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس. كذلك استخدام هذه الوصفة يحافظ لك على شباب البشرة نظرا لغناه بالمواد المضادة للأكسدة والتي تحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة. كذلك هذا الماسك يرطب بشرتك، ينقيها من الجفاف والتشققات خاصة في هذا الفصل. كذلك يعتبر الموز غني جدا بالفيتامين A، مما يساعد على تخفيف ظهور البثور وحب الشباب لمن بشرتها بها بثور حب الشباب، آثار حب الشباب. هذا الماسك رائع جدا، آمن وليست له أي أضرار جانبية. وكذلك هذا الماسك غني جدا بالفيتامينات ويمد بشرتك بالفيتامينات التي تحتاجها، كذلك يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه ويعالجها إذا استخدمت هذا الماسك بانتظام. يزيل الترهلات، رائع جدا، والانتفاخات والهالات السوداء حول العينين. كذلك هو يمنح وجهك نعومة ونقاء، وكذلك هو يخلص بشرة الوجه من البقع الداكنة، الكلف، النمش، التصبغات، ويساعدك على توحيد لون بشرتك. وهنا زيت اللبان الذكر دوره رائع جدا، فهو يعالج لك الكثير من مشاكل بشرتك، يساعدك في الحصول على بشرة ناعمة خالية من العيوب، يمنع ظهور الندبات، آثار الجروح إذا كانت هنالك آثارا للجروح، يحمي بشرتك منها ويعالجها،
كما أنه يجدد لك خلايا بشرتك ويحارب علامات التقدم بالعمر ويرطب بشرتك، يعزز لها النضارة، يزيد إشراقتها، يعمل على شد بشرة وجهك ويعطرها برائحة جميلة جدا، له رائحة جميلة، وهو يوحد لون البشرة ويفتحها، كذلك يشد البشرة وكل مكان مترهل خاصة الرقبة والخدود. كذلك هو رائع جدا لعلاج الكثير من الأمراض الجلدية ويسرع من عملية اختفائها، وهو يبيض لك البشرة، يفتح البقع الداكنة لأنه يحتوي على مادة الكولاجين. وكذلك هنا هذا الماسك يعالج اسوداد حول الفم، وكذلك هو رائع جدا لعلاج الاسوداد حول العينين، منطقة الهالات. إذا لم يتوفر عندك كذلك زيت اللبان الذكر وأحببت عمل هذه الوصفة، يمكنك استخدام فقط منقوع اللبان الذكر في حال توفره عندك في البيت، وتكون النتيجة كذلك مرضية. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.